الله أكبر الله حي على الصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أيها الإخوة، سوف نقوم في هذه اللحظات بتعليم صفة وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والتصوير عندي الأصل فيه أنه حرام، مثل شيخي محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: كل مصور في النار، وقال: لعن الله المصورين، وقال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب. واستثنى العلماء من التصوير المحرم ما لا بد منه ضرورة، التصوير لأجل المعاملات الرسمية، المعاملات الحكومية، بطاقة التعريف الشخصية، بطاقة الهوية الشخصية، رخصة القيادة، شهادة مطلوبة. وقال شيخنا الألباني: وكوسائل الإيضاح التعليمية التي يحتاج فيها إلى التصوير، مثل صفة الوضوء، مثل صفة الصلاة، ومثل صفة تغسيل الميت، ومثل صفة الطواف والسعي أو أداء مناسك الحج والعمرة. فنحن نمتثل لما يخبرنا به العلماء، فنبين لكم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أصحابه وهم ينظرون، ولما فرغ من الوضوء قال للحاضرين: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، وعددهم 124 ألف نبي، كلهم كانوا يتوضؤون وضوءا واحدا. هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد يعني زاد عن قدر الماء أو زاد عن الحد المطلوب في الوضوء، فقد أساء مسيء وتعدى، هو متعدى لحدود الله، وظلم، ظلم نفسه، أذنب. توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه في المدينة النبوية، ولكنني سأتوضأ أمامكم في فيينا في النمسا في مسجد السلام حي الثاني عشر، لتتعلموا كيفية الوضوء، وهذا أمر واجب. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، وقال: لا وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كان يشمر عن ساعديه عليه الصلاة والسلام ويرفع فوق المرفقين كميه، ويسمي قبل الوضوء. كان يتوضأ من إناء، ما كان يدخل يده في الإناء، يقول أولا بسم الله. بعض الناس يقولون بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، خطبة هذه بس، لا فقط بسم الله، ما في نوية الوضوء، هذا ليس من السنة. لفظ نويت في أي عبادة، في وضوء، في صلاة، في حج، في عمرة، بدعة. فالنية قصد القلب، محلها القلب، هو هدفي الآن، قصدي، فأنا الآن أريد الوضوء، هذه نيتي، ما أقول نويت. كان توضأ عليه الصلاة والسلام من إناء، يقول بسم الله، يحرك شفتيه بسم الله، ثم يمسك بالإناء ويفرغ على يده بسم الله، يأخذ غرفة ويغسل يديه، يستوكف يعني يغسل الكفين مع الدلك، والخاتم يتحرك ويغسل تحته مع الدلك إلى فوق الرسغين مع الدلك، ويدخل الأصابع في أصابع اليدين في كلتيهما في بعضهما البعض، تخليل الأصابع، يخلي الأصابع والأظافر، طلاء الأظافر للنساء المنكير يبطل الوضوء، الوضوء فاسد غير صحيح، لا بد من إزالته، لأنه لا يوصل الماء إلى الإظفر، إلى البشرة لا يوصل الماء. كذلك طلاء الجدران إذا كان على اليد لا بد من إزالته، لأنه يعزل الماء. الحناء التي تضعها المرأة في يديها لا تمنع وصول الماء إلى اليد، فيجوز وضع الحناء في يد المرأة، وهذا للنساء فقط،
وضع الحناء، صبغ اليدين بالحناء نبات، فهذا لا يعزل الماء عن البشرة فيجوز. كان يستوقف ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا خارج الإناء. يصب من الشمال على اليمين ويغسل ثلاثا، ثم يدخل يده في الإناء، يأخذ الماء من الإناء بعد أن يكون غسل يديه ونظفهما ثلاثا، يدخل يده في الإناء ويكمل الوضوء، ثم يأخذ غرفة واحدة لفمه وأنفه هكذا. غرفة واحدة للفم والأنف، يتمطمط ويبالغ، يوصل للحنجرة ويوصل للخياشيم في الداخل داخل الأنف بغرفة واحدة، ويستنثر بيده الشمال غرفة واحدة. غرفة، هل اسمها غرفة؟ كالملعقة، كالملعقة. الترجمة بالروسي، في أحد يعرف الروسي؟ غرفة، يغلف غرفة كالملعقة. كلكم ضعاف في اللغة الروسية، كلكم ضعاف في اللغة الروسية وأيضا في العربية. يأخذ غرفة ثانية، يستنذر بالشمال، يبالغ إذا ما كان صائما. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمبالغة عند الوضوء، يوصل الحلق مع المضمضة، والاستنشاق يوصل هنا إلى الجيوب الأنفية. أما الصائم لا يبالغ، قال بالغ إلا أن تكون صائما، بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لا تبالغ وأنت صائم. هكذا غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، استنثار بالشمال. أما الصائم هكذا يتوضأ، لا يبالغ الصائم، لا يبالغ. ما يبالغ. هذا لمن صائم بالصبر. بعض الناس عندما يكون صائم يتوضأ هكذا. هذا خطأ. يتمضمض لكن رأسه إلى أسفل، ويستنشق لكن رأسه لأسفل، وغير الصائم رأسه لأعلى. أحد الإخوة من المسلمين كان مريضاً بالجيوب الأنفية، مرضاً مزمناً، فتعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً، ففعل وبالغ، فعافاه الله من مرض الجيوب الأنفية، لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق ينظف الفم وينظف الأنف. الأنف كالفلتر، كالمرشح أنف، فلا بد من غسله هكذا حتى توصل الداخل، عندما يدخل الهواء يدخل نقيا نظيفا. أما ما يفعله الناس في الوضوء فهذا خطأ، يفعلون هكذا. هذا خطأ وزيادة وسوء، يعني إساءة في الوضوء. أما الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل هكذا، فعل هكذا. غرفة واحدة للفم والأنف، نصف للفم ونصف للأنف. هذه السنة، إذا ما كنت تعرف تعود وتعلم. ثم يغسل وجهه، الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن
من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. يغسل الوجه مع تخليل اللحية، يدخل أصابع اليدين في اللحية. يأخذ هكذا في اليدين من منبت الشعر إلى شحمتين الأذنين وهكذا تخليل اللحية. والذي ليس له لحية يعفي اللحية حتى يخللها. الرجل الذي يخاف الله ويحبه ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمه يعفي اللحية. الأسد السبعة لا يحلقها فتشبه بالكفار أو بالنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى. وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الذي زين الرجال باللحى. فزينة الرجل لحيته. وغسل الوجه مناسب جدا بعد المضمضة والاستنشاق، لأنه قد إذا تعلق نخامة من الأنف أو شيء على الشارب فغسل الوجه ينزل ذلك بعدها. لا تفتح عينيك وأنت تتوضأ. وأنت تتوضأ هذا مخالف للسنة. كان ابن عمر إذا توضأ فتح عينيه وقص بالماء حتى عمي، وهذا مخالف للسنة. عبد الله بن عمر وهذا مخالف للسنة. فهم فهما يؤجر عليه، هو مجتهد، وإن أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر، لكنه أخطأ لأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو توضأ وكل الأنبياء توضأوا كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغسل وجهه للمرة الثانية، يأخذ غرفة أو يغرف من الإناء ويضع نصفها في اليمين نصف الشمال، ثم يغسل وجهه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن مع تخليل اللحية مرة ثانية. مرة ثالثة. ثم بعد غسل الوجه يأخذ غرفة واحدة للحية. اللي ماله لحية لم يأخذ هذه الغرفة ونقص أجره. لازم يكون لك لحية. ثم يأخذ غرفة ويفرغ على ساعده الأيمن. هذا هو الساعد. الساعد هذا هو من الإصبع الوسطى إلى المرفق، هذا الساعد هكذا. يتلقى الماء من أسفل ويفعل هكذا مع الدلك، ويغسل الكف مرة أخرى ويحرك الخاتم حتى ينزل الماء تحت الخاتم. وإذا كان في ساعة يحرك الساعة، والمرأة إذا كانت تلبس أسورة تحرك الأسورة مع الدلك فوق المرفقين، مش للآباط. أبو هريرة كان يتوضأ للآباط، هذا مخالف للسنة، اجتهد فأخطأ. غرفة ويسيل الماء، يسيله على ساعده ويتلقى الماء هكذا. فوق المرفقين قدر أسبوعين ثلاثة هكذا ثلاث مرات. رحمك الله. ما كان يقول أذكار أثناء الوضوء مع كل عضو يغسل، ما كان يقول عليه السلام. بعض الناس عندما تتوضأ زي سفيان زمان كان يقولون اللهم اجعلني أخذ كتابي بيميني، اللهم بيض وجهي وتبيض وجوه تسود وجوه. ماذا أيضا سفيان؟ اللهم اجعلني أشم ريح الجنة هكذا يعني، ما أدري. اللهم اجعلني أكل من ثمار الجنة. اللهم ارفع رأسي يوم القيامة. كما يقول سفيان اللهم حرم شعري وبدني على النار. هذا ليس من السنة. عند الوضوء بسم الله قبل الوضوء. لا الوضوء ما في شيء.
ثم يغسل يده الشمال كذلك، يأخذ غرفة بالكف الشمال ويسيل الماء على ذراعه ويتلقى الماء كما ترون هكذا مع الدلك. يغسل الكف أيضا. ثلاث مرات يفعل في الشمال كما فعل في اليمين. فعل هكذا بالنسبة لليدين، واغسلوا وأيديكم إلى المرافق، هذا المرفق. قال ربنا إذا قمت، ربنا قول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق فوق. ثم يمسح وامسحوا برؤوسكم. نمسح من مقدم الرأس إلى القفا. إلى القفا. ويرجع. وبنفس الماء يمسح صمخي الأذنين السبابتين في الداخل وبالإبهامين في الخارج. السبابتان للداخل والإبهامان للخارج. يفعل ذلك ثلاثا مرة أخرى هكذا. ينثرها إلى القفا إلى ويرجع ويمسح الأذنين هكذا. بعض الناس بيمسح الرقبة القفا من الخلف، لا يفعل هذا إلا جاهل. كنت في بعض البلاد في مسجد وغلام صغير عمره 10 سنين موجود، كان موجودا، فقلت لا يفعل هذا، يعني مسح الرقبة أو القفا من الخلف إلا جاهل. قال آه زي بابا، زي بابا زي أبوه يعني. فأبوه قال فضحتني، طب إذا ما كنت أعلم علمني. وهناك صورة أخرى للمسح على العمامة. كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يمسح على العمامة إذا كانت تغطي شعره هكذا، كما هكذا مثلا. إذا كانت هكذا يمسح على العمامة، وكذلك المرأة تمسح على الخمار. ولا يشترط أن تكون العمامة أو الخمار للمرأة لبس على طهارة، ما يشترط، سواء لبسه على وضوء أو غير وضوء يمسح عليه. والمرأة كذلك تمسح عليه على الخمار، لا يشترط أن تخلع. وأحيانا كان يمسح على بعض الشعر ويكمل على العمامة. على بعض الشعر ثم يكمل على العمامة. إذا ثلاث صور للمسح على الشعر، على الرأس وهي مكشوفة، وثم مسح الأذنين. الأذنان يقول عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس. وإذا كانت الإمامة تغطي الرأس أو خمار المرأة يغطي الرأس فيمسح على الإمامة كاملة. والأذنان كما ترون يعني مغطيان، فما في مسح الأذنين، يكفي المسح على الإمامة. أما إذا كان الأذنان مكشوفين فيمسح على الإمامة وعلى الأذنين. واضح؟ الصورة الثانية يمسح على بعض الشعر وعلى العمامة. أما المسح على القنسوة فليس من السنة، يعني إذا مسح هكذا هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح على القلنسوة. القلنسوة هي التقيل. كل شعر عمامة، عمامة، هذه هي العمامة العربية. ويقول شيخنا الألباني رحمه الله
هي أقرب ما تكون إلى عمامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس العمامة التركية أو الهندية أو الباكستانية. هذه يقول لشيخنا العمامة هذه عمامة عجمية وليست عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العمامة كان يلبسها الشيخ ابن باز دائما رحمة الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين كان يلبسها الشيخ الألباني رحمة الله. ما كيفية المسح على الرأس؟ ولو مسح أحدنا على رأسه ثم حلق أو قص شعره وضوء صحيح؟ إذا توضأ الحلقة وضوء صحيح. وإذا مسح على الإمامة وخلعها، أو المرأة مسحت على خمارها وخلعته بعد الوضوء، الوضوء صحيح. ثم يمسح على جوربه أو خفه أو حذائه، إذا كان يلبس جوربا أو خفا أو حذاء هكذا يمسح مثلا أعلى، ويفعل ذلك أيضا بالشمال، يأخذ شيء قليل وينثره. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول لو كان الدين بالرأي لكان أولى أن يمسح أحدنا أسفل خفيه من أعلى، أو أسفل خفيه من أعلى، لو كان الدين بالرأي، لأنه يمشي هكذا فيمسح هكذا. لا، هذا خطأ. بعض الناس مرة، بعض الناس يمسح الاثنين مع بعض. هذا بدعة كما قال سفيان. ويغسل رجله إذا لم يكن جورب، ويخلل أصابع رجليه كما ترون. هذا تخليل أصابع بالإصبع الخنصر الصغير. ويل لبطون الأقدام من النار. الويل النار، اللي ما يتوضأ جيدا ويغسل بطن القدم النار تنتظره. قال ويل للأعقاب من النار. هذا العقب، هذا العقب، هذا العقب، هذا العقب. ويل للأعقاب من النار. بعض الناس ما يغسل، ما يوصل الماء للعقب، لا بد من إيصاله للعقب. وقال ويل للعرقيب من النار. هذا العرقوب، هذا العصب، هذا لا بد من غسله. العقب هذا هو لهذا، فيغسل إلى فوق الكعبين. وأرجلكم إلى الكعبين، ربنا يقول وأرجلكم إلى الكعبين، هذا الكعب يوصل الوضوء إلى هنا. وثوب الرجل ما يجوز ينزل تحت الكعبين. ثوب الرجل، البنطلون، القميص، جلابية، ثوب، أي شيء للرجل يحرم عليه ينزل تحت هذا، تحت الكعب، هذا الكعب. أما المرأة لازم تكون ثوبها خارج البيت تحت الكعب، تحت الكعبين، وتغطي القدمين، لازم، واجب. ابن عمر، أبو هريرة كان يتوضأ يغسل قدمه إلى الركبتين، هذا مخالف للسنة. فهم خطأً فله أجر واحد. السنة ربنا يقول وأرجلكم إلى الكعبين، فوق الكعبين، ها هم نغسل فوق الكعبين مع الدلك، مع تخليل الأصابع. يفعل هذا أيضا في القدم الشمال كما فعل في اليمين. ويحذر الإسراف، شوفوا كيف، يعني مع الدلك ممكن بيد واحدة باليدين، ما في بأس. المهم لا يسرف في الماء. شايف كل هذا، توضأنا وماء قليل جدا، شو قديش الماء؟ ماء قليل. أنا وسفيان أنا وضوء مسح قدمين، مسح الجوربين، وسفيان ما غسل الرجلين.
جزاك الله خير. كثير من الناس يتوضأ، هذا حرام من كبائر الذنوب. سأتوضأ أمام وضوءكم، لأن الذي فعلته هذا ليس وضوءا يعني يعتد به في الصلاة، لأنه كان منقطعا. الوضوء الصحيح لابد أن يكون متواليا متتابعا. أثناء الوضوء ممكن تفتح الباب، ترد على الهاتف، هكذا يعطوا فلان شيء. وممكن الوضوء مرة كل عضو تغسله مرة، وممكن تغسل كل عضو مرتين، كل هذا جائز. يعني إذا كنت متعجلا ممكن تغسل مرة. ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تنوع، شكل مرة تتوضى مرة، ومرة تتوضى مرتين، ومرة أخرى تتوضى ثلاثة. فالآن سأتوضأ، لأن الوضوء المعتد به هو الذي يكون متتابع متوالي وراء بعض، الأعضاء ترسل وراء بعضها البعض. هل يجوز المسح على الجوربين في الوضوء؟ نعم، بشرط أن تكون الآن سفيان غسل قدميه، توضأ مثلا وغسل قدميه، فبعد غسل القدمين يلبس الجوربين، يجوز أن يمسح عليهما. وإذا لبس الحذائين يجوز أن يمسح فوق الحذائين. لا لم أشر، يجوز المسح فوق الحذائين وفوق النعل، سموه أنتم بالروسي صندالة. ولا يشترط الجورب أن يكون سميكا، لا يشترط، بل الجورب الخفيف النسائي، الجوارب النسائية الخفيفة النايلون يجوز أن تمسح عليها. والنعال حتى لو كان فيها سير أو سيرين خفيفات يجوز أن تمسح عليها، لأنها رخصة يعني أنك تمسح عليها، تكون شرط أن تكون لبستها على وضوء، فهذه رخصة لا يجب عليك أن تخلع، بل رخصة من الله لك أن تمسح عليها. سأتوضأ الآن وضوءا يعني متواليا لأصلي به الصلاة. هذا الوضوء الأول وضوء تعليمي، لا تصح الصلاة به. لابد إيش أول شيء في الوضوء؟ بسم الله. نية في القلب، ثم التلفظ باللسان، بسم الله، التلفظ باللسان بسم الله، نية في القلب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ممكن تجفف أو لا تجفف، فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل هذا. ف
فبعد الوضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه أحد الصحابة فقال السلام عليك يا رسول الله، فما رد عليه وهو يتوضأ عليه الصلاة والسلام، وبعدما فرغ من وضوئه عليه الصلاة والسلام قال وعليك السلام ورحمة الله، ثم قال له أما إنه لم يمنعني من أن أرد عليك غير أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، يعني أحب أن يرد عليه السلام وأن يذكر الله وهو متطهر وهو متوضئ. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، هذا المد يعني كاستين ماء 500 سي سي سنتيمتر مكعب، كأسين من الماء، هذا وضوء النبي عليه السلام. شوف كيف توضأت أكثر من مرة، وضأت وسفيان غسل قدميه وبقي إيه؟ بقي ماء. فأما كثير منا يتوضأ ويفتح الحنفية هذا حرام. قال عليه الصلاة والسلام بعدما توضأ هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، 124 ألف نبي كلهم كانوا يتوضؤون بهذه الكيفية. فمن زاد يعني زاد عن العضو، زاد هكذا أو زاد عن كمية الماء، فقد أساء، ارتكب عملا سيئا وتعدى، تعدى حدود الله، تعدى شرع الله، وظلم وظالم لنفسه، أذنب. ويستحب أن تصلي ركعتين بهذا الوضوء في أي وقت، سواء كان الوقت وقت كراهة أو غير كراهة، يعني عند غروب الشمس، عند طلوع الشمس، قبل الظهر، في أي وقت، في أي وقت إذا توضأت يستحب لك أن تصلي ركعتين. والرسول صلى الله عليه وسلم سأل بلال بن رباح أنه سمع الذفن عليه في الجنة، وقع القدمين في الجنة، فسأله بماذا يفعل، فقال ما توضأت يا رسول الله وضوءا إلا وصليت به ركعتين. قال بذلك، بهذا العمل نال به الجنة بلال بن رباح رضي الله عنه. بهذا نقول أيها الإخوة قد شرحنا لكم صفة وضوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا توضأنا أمامكم كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه ليعلمهم، وما دمتم علمتم فلا بد أن تعملوا وأن تطبقوا ما علمتم، وأن تعلموا أولادكم منذ نعومة أظفارهم إذا تجاوزوا 6 سنين أن يتعلموا كيف يتوضؤون، مثل هذا الغلام ومثل الآخر أن يتعلموا كيف يتوضؤون وكيف يصلون وكيف يتطهرون من البول والغائط أو كيف يستبرؤون من بول والغائط. وإن شاء الله تعالى نلتقي في مرة أخرى في تعليم صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالنسبة لصلاة الجماعة. في ختام جلستنا نقول إن التصوير إن الأصل فيه أنه حرام، ولكن في مثل هذه الحالات فإنه يجوز، في مثل حالات إيضاح تعليمي فإنه يجوز، كصفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة تغسيل الميت. وبهذه المناسبة حتى نغتنم الفرصة أيضا، صفة التيمم إذا فقدنا الماء أو كان مريضا لا يستطيع أن يمس الماء بأمر من الطبيب، فنبين لكم صفة التيمم. يتيمم على الأرض، ليس على البلاستيك ولا الموكيت، على وجه الأرض مثل الرمل، التراب، طين، تراب، الحصى، الحجر، أحجار، صخور، وهذا في عند في حالة فقدان الماء بعد البحث عنه. يقول أيضا بسم الله ويضرب ضربة واحدة، ينفخ في كفيه أو ينفض كفيه، ويمسح بوجهه ويمسح وجهه وجهه وكفيه، بأي شيء بدأ جاز، يمسح بالوجه أولا أو بكفين أو بالكفين ثم الوجه، كل هذا جائز. هكذا بسم الله. طبعا أنا الآن سأتيمم هكذا، لكن هنا في بلاستيك، لكن كأني الآن أنا في الصحراء أو في البر، في رمل، في تراب، في حجر، في حصى، صخر. بسم الله هكذا أو هكذا، يمسح الوجه والكفين أو هكذا. بسم الله إلي فدر قوم أو هكذا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يصلي بذلك ويقرأ القرآن ويقوم الليل ويصلي السنن ما دام ما في مية، أو هو مريض مرض بمرض جلدي في حرق نحو ذلك، والأطباء قالوا ممنوع أن تمس الماء. إذا كان ما هو يقدر هذا والأطباء يقولون ممنوع تستعمل الماء فتيمم. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح.